وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الشمس ليست ثابتة أبدا يعني هذا فهم خاطئ يعني كل ما في الكون يتحرك وهذا من تلخص القدرة الإلهية يعني أنا قلت من لحظة القمر يدور حول الأرض والأرض والقمر يدوران حول الشمس وكل كواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس المجموعة الشمسية كاملة تدور حول مركز المجرة المجرة تدور حول مركز التجمع المجري التجمع المجري يدور حول مركز التجمع المحلي وهكذا يعني إلى نهاية لا أعلمها إلا هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول الناس الشمس تتحرك الشمس ليست ثابتة يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها موقنة بأن الأرض ثابتة وأن القمر ثابت وأن الشمس ثابتة فكونه يقول هذا الكلام في منذ 1400 سنة أو يزيد يعني بيعلم الناس حقائق كثيرة منها أن الحركة في الكون دائبة كل شيء في الكون يتحرك بما في ذلك الشمس وهذه الحركة يعني تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة لأنه لا تتم إلا بأمره وعلمه وحكمته وإذا أراد أن يوقفها سيوقفها وهكذا تقوم الساعة والشمس تجري لمستقر لها ما معنى المستقر للنهاية لها نعم هناك نقطة تنتهي عندها الشمس كما سينتهي كل شيء في هذا الوجود هذا المستقر لها هذا المستقر ليس في الدنيا المستقر يوم القيامة وقت الساعة نعم مع بداية تهدم النظام الكوني وعلماء الفلك يقولون الآن هناك نقطة في الكون إذا وصلت الشمس تنفجر وتضيع يتسع يعني الكون يتسع حقيقة وهذا أيضا جاء في القرآن الكريم رب العالمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذا من معجزات القرآن الكريم من كان يعلم قبل 1400 سنة أن الكون يتسع إلا الله سبحانه وتعالى
من كان يسأل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة عن كون يتسع أو لا يتسع؟ نعم. من كان ما يعني لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة الكونية لولا أنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة، فتكون هذه الومضة القرآنية المعجزة مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صاعدا بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه.